سليم اكتر حاجه بتعملها بقى في الحظر؟ هل دخلت المطبخ ولا انت ما كانش ليك حظ في المطبخ بتاكل بس؟ لا دخلت المطبخ. لعبت في المطبخ يعني؟ طبخت؟ دخلت لعبه المطبخ طبعا شويه طبعا. دخلت اونلاين كده عشان اطلع حاجات مختلفه، ما انا مش هدخل المطبخ واعمل حاجه عاديه. فعملت فراخ بانيه بشكل مختلف خالص، اللي هي زي البقسماط نفسها بتبقى ليها خلطه معينه وليها توابل معينه، وكمان طريقه معينه للسباجيتي بالريحان. دي عملتها للبنات في مره وحبوها جدا، ان هم بيحبوا جدا الفرايد تشيكن اللي هو الفراخ المقليه والبطاطس والحاجات دي والمكرونات. على فكره هو احنا كلنا بنحب الاكل ده للاسف الشديد، بس ما بنقدرش ناكله كل يوم، بس ده احلى اكل في الدنيا بصراحه يعني. جوعتنا كمان يعني، مين ما بيحبوش؟ ايوه يعني دايما في عيد ميلادات الولاد، دايما في عيد ميلادات الولاد يعملوا الاكل ده للولاد، ويعملوا اكل تاني للكبار، سلطه وخضار وحاجات. دايما الكبار عايزين ياكلوا اكل الصغار بالظبط. انا بسيب ده واقعد اكل في الاكل بتاع الولاد. دخلت طبعا كذا مره كتير، بصحى الصبح بدري طبعا، بقينا نصحى الصبح بدري كلنا. بعمل الفطار للبنات، فكل مره بتفنن بقى، بعمل بان كيكس مثلا، بعملهم سندوتشات مثلا بشكل مختلف بحشو مختلف كل مره. فالحمد لله يعني كل مره. طب وعامل ايه بقى مع مبسوطين جدا. كلمني بقى عن المذاكره الاونلاين، عامل ايه فيها؟ مش عايز اقول لك، طالع عيني انا. ايوه كاننا قاعدين في مدرسه. طبعا عامل ايه في الوضع ده؟ بناخد كل المفروض يتعمل في المدرسه بيتبعت لنا اونلاين، وبنبدا نذاكر للبنات، نعمل نطبع طبعا كل الحاجات عشان يقدروا يذاكروا كويس، ونفضل معاهم وبالانستراكشنز طبعا وبالتوجيهات بتاعه المدرسات والمدرسين على قد ما بنقدر الحمد لله، يعني قايمين بموضوع يعني بحاجه كويسه الحمد لله. سو فار انا وخيريه.